والعرضية وإمكانية هجومية للنادي الأهلي وضربة جزاء ضربة جزاء ماذا هناك؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ الحكم الجزائري يفاجئ الجميع بضربة جزاء مهدي عبيد أعطيونا الإعادة يهديكم الله هذه الكرة أسارو ضرب شوف يعني ومهدي عبيد يعطي ضربة جزاء لينا لن ينساك الشعب التونسي يا مهدي عبيد ولعتا ولعتا شد صحيح الراجل شد صحيح مش معقول بصراحة فضيحة كروية فضيحة تحكيمية بامتياز تلقى العرس الختامي لإفريقيا جمهور الترجي الرياضي التونسي جمهور الدم والذهب ينطلق في ساعة ونصف من التشجيع المتواصل من العرق من التعب وضرورة التركيز للاعبين من أجل الريمونتادا التاريخية كما يطالب الجمهور في تونس وأنصار الترجي على وجه الخصوص مباراة خليسي خطيرة والكرة يكون سيد في الشوط الاول الله 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 على السبق الاسبقية بدري حد الكورة هيا 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 جمعية عريقة اللي قال ما كذبش في سفر بذكريات عيسى حياته الترجي خذاته فين بلاش فين بلاش الكاس للرجال درب اعطيها بدري اعطيها بدري اعطيها بدري اضرب يا بدري حط له كرة يمشي يشوط التهديف الترجي الرياضي التونسي يعادل القاب يا بدري اضرب يا بدري اضرب يا بدري فاول يسال عليها سيستم البوليس اللي بعديها شعلت عينا للحبس مشينا ثنائي محور الدفاع الترجي موجود وهذه كرة وين جول وهذه كرة جول والهدف الأول للترجي الترجي يرش الترجي يرش أورلاندو في حالة دمار سعد كيف حط الكورة والخميسي والهدف الثاني فرانكو الهدف الثاني من الدبابة الهدف الثاني من تيترو فرانكو فما الدبابة العالمية المعروفة ما شاء الله واللي ميتوا نيرون في الفرحة
كلام عن الكال ألف ليلي يوسف البلاني وحط الكرة والهدف الثالث للدرجة الرياضي فرانكو 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 الدبابة مرة من هنا الدبابة مرة من هنا خلاص الإحصائية مكتملة والإحصائية مؤكدة والحسابات صحيحة خمسة على خمسة فخمسة وخميس كرة ترجع ودبابة برشا برشا قوية في العاصمة المغربية جمهورك يغني عليك جيب التيتر يا ترجي فوز عينيك ولبالي افريقيا يا ناس تعرف سلطانة مع الترجي ما تحكيش حاط الكرة حلوة اضرب كرة إليه
الهدف الاول الهدف الاول الترجي الترجي برجاله الترجي يا دوله الترجي يا دوله الترجي يا دوله اضرب يا بلالي اضرب اضرب يا بلالي اضرب طياره يا بلالي طياره يا بلالي حطها ودير ترجيك يسير للنجمه الرابعه يا وجه الخير 1-0 بلالي 1-0 لبلالي الترجي لا يحتاج لحكم لا يحتاج الى مسؤول لا يسجل اهداف يضحك الترجي التونسي اخيرا بنجمته الرابعه عاليه غاليه يبقى كله في التاريخ تبقى الكلها الذين يستقطبهم الترجي بكل ما يملكه من قدرات ومكونات سواء ماديه او بشريه او جماهيريه وخطيره وضع تسلل جول 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 انيس البدري حتى في الجول كنت اعتقد بانه في وضع التسلل الحكم المساعد لم يشر لذلك وهذا المباغت والترجي نعم صاحب المواعيد الكبرى والمحطات الكبرى والاوقات الكبرى في الدقيقه الرابعه والخامسه ياس الشباك عن طريق انيس البدري تساوى في القائمه الثانيه استلمها بيان صدره وبرجله حطها في الزاويه البعيده لانس ليتي هدف مقابل صفر وضع التسلل ام لا تسلل ام لا تسلل ام لا 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 لا, لا, لا ابدا ابدا لم يكن انيس وضع التسلل وقول اول الترجي يا سلام عندك هو بونسو هلا من بونسو لبدري انس البدري على جهه اليمنى المنظمه الرائعه انس يلعب بينيه لوطرا وطرا على الجهه اليسرى كره خطيره حمد الهوني كره جول كره جول كره جول كره جول با 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 جول الترجي يبدع يا سلام الرجاء في غيبوبه يا سلام هدف ثاني بلعبه ثانيه فرصه ثانيه كره ثانيه جول ثاني عالمية يا سلام انس البدري لوطرا وطرا لحمد الهوني حمد الهوني لوطرا وطرا جول اثنان مقابل صفر للرجاء في الدار البيضاء امام الترجي في الدار البيضاء امام الرجاء اللعبة عالمية يا سلام انس البدري لوطرا وطرا لحمد الهوني لعبة ممتازة من هنالك يا سلام على اللعبة يا سلام على الجول على مجال يتمكن وطار من تسجيل جول ولكن هذه المرة من يسرى شوف اللعبة من حمد الهوني وشوف التمكن الرائع والجول الأروع هدفان مقابل صفر للترجي على من فعالية أن تتح لك فرصة أن تسجلهما الواحدة تلو الأخرى اللي في الفرحة يتألق السماء ويدافع عن المرمى أن يسجل أنيس
البدري من نقطة وعلامة الجزاء سيتكتب أنيس فالدار تنفيذ الركلة وسط عند قدم الترجي أنيس البدري الترجي التونسي تكتم على الفريق الجزائري انيس البدري شايف ضربة جزاء تكتم بها باقتدار في غارة الحارس وسما ويعلن عن تكتم فريق الترجي 1-0 مباراة عصاب مباراة ديربي فريق الجزائري ظل صامت لمدة 71 دقيقة ولكن ضربة جزاء تغير من المباراة تغير من مجرى اللعب لتمنع فريق الترجي التقدم Yeah.
اللي في مرمى نادي العجم. واحد لشيب محسن بن غطي تمريره حرك المرادي وادي التسديده بص امامنا التاريخ فاجأ ابو عز من شلفيه كره زاحفه اللي عمل البطه في الارض صعبه قوي على ابو عز من شلفيه حط ايده لكن ايه سندها وترتطم الكره في باطن العارضه ويسجل النجم اللي امامنا اهو قنبله تبريز فاجئت معز من شلفيه فاجئت الجميع ويسجل امامنا لاعب الدفاع الحسن الجديدي لاعب ثمر سنجا الكاميروني يسجل التعادل بكره لاطم من زيتين. ابراهيم وطاره هو اللي هيشترك امامنا هنا كلاعب بديل اعتقد مكان الخنيسي ركنيه الرجاء وفوز التسجيل يا ولد يا ولد يا Get out.